أهلا بيكم في أعرف. الحيتان أكبر الحيوانات الموجودة على سطح الأرض، في منها فصائل كتيرة مختلفة في الحجم والشكل والطباع. يعني مثلاً بيصل وزن أصغر حوت عرفه الإنسان واللي هو حوت العنبر القزم إلى 2.5 كيلو، وبيصل طوله إلى 9 أقدام. وفي الوقت نفسه بنلاقي الحوت الأزرق اللي بيتعدى وزنه 200 طن ويصل طوله إلى 100 قدم. عالم الحيتان عالم مليء بالعجائب والأسرار اللي بتبرز قدرة الله في خلقه، ولكنه للأسف في الوقت الحالي مهدد بخطر كبير نتيجة أنانية الإنسان وتفكيره في نفسه بس. أنا شيماء الصغير، والنهاردة هنتعرف على عالم الحيتان المغمور تحت الماء، وهنشوف كل جوانبه الظاهرة منها والخفية. تنقسم الحيتان إلى قسمين: قسم ذوات الأسنان زي حوت العنبر والدولفين، والقسم الثاني اسمه البلين زي الحوت الأزرق. بيتميز القسم الأول بامتلاكه لأسنان حادة بيستخدمها في صيد والتهام الأسماك والأنواع الأخرى من الحيتان، وده بيخليه أكتر افتراساً من القسم الثاني اللي هو البلين. أكتر حاجة بتميز البلين حجمه الكبير جداً، ومن أشهر أنواعه الحوت الأزرق والحوت الأحدب، وبيعتمد نظامهم الغذائي على التهام الأسماك الصغيرة زي الروبيان والكرال باستخدام مادة البلين اللي بتشبه الأظافر واللي بتقع في فكهم العلوي. خلينا دلوقتي نتعرف سوا على كل التفاصيل الخاصة بكل نوع من أنواع الحيتان الشهيرة. الحوت القاتل أو حوت الأوركا زي ما بيطلق عليه معظم الناس، هو بيعتبر من أكبر أنواع عائلة الدلافين، وبينتشر في جميع محيطات العالم بداية من القطب الشمالي وحتى البحار الاستوائية. بيتراوح طوله ما بين 6 إلى 9 أمتار، وبيتراوح وزنه ما بين 3 إلى 9 طن. وأكتر ما بيميز شكله هو ظهره الأسود اللامع، ومن الصعب جداً إنك تلاقيه بيسبح في المياه لوحده لأن طبيعته بتجبره على تشكيل جماعات والانتماء ليها. وهو بيعتبر كمان من أسرع الحيتان لأن سرعته تكاد تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، وبيصل عدد أسنانه الحادة في فمه إلى 48 سنة تقريباً، واللي بيها بيقدر يتغذى على أسماك السلمون والبطاريق وغيرها من الأسماك الكبيرة، حتى إنه بيتغذى أحياناً على فصائل الحيتان الأصغر منه في الحجم والأقل منه في القوة. 2. الحوت الأزرق. زي ما ذكرنا من قبل، بينتمي الحوت الأزرق لقسمة الحيتان البالينية، وهي التي لا تمتلك أسنان، وبيعتبر من أكبر الحيتان الموجودة بالعالم لأن طوله يتعدى أحياناً 30 متر ووزنه يتعدى 170 طن. وهو بيتميز بجسد مثالي وفريد يسهل التعرف عليه بسهولة وسط الماء، فبالرغم من وزنه الضخم إلا أنه نحيل بالنسبة لطوله، ويمتاز ظهره باللون الرمادي المدرج. في الوقت الحالي هو بيعيش في المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، وبيقع تحت إشراف منظمة الحماية الدولية لأنه أصبح مهدد بالانقراض. قبل القرن العشرين كان ممكن تشوفه في كل المحيطات، لكن بعد كده قاد الصيادين الجائرين على العدد ده، وما تبقاش إلا القلة القليلة اللي بنحاول حمايتها في الوقت الحالي وخروجها من منطقة الخطر. وعلى عكس الحوت القاتل، بيعيش الحوت الأزرق منفرداً أو مع فرد واحد من فصيلته، وبيعتمد نظامه الغذائي على تناول القشريات الصغيرة زي الروبيان والكرال. بيتناول حوالي 40 مليون سمكة كرال في اليوم الواحد، فعلى حسب ما ذكره العلماء بيصل متوسط عمره إلى 80 سنة تقريباً. في سنة 2019 لاحظنا حدوث ظاهرة غريبة في أجزاء البحر المتوسط المطل على البلدان العربية. تمثلت الظاهرة دي في صوت الحوت الأزرق البديع والذي لن تجد له مثيل مهما حاولت تقليده. وقد ذكر العلماء أن هذه الظاهرة طبيعية لهذه الفصيلة من الحيتان، إلا أنهم ما عرفوش السبب الرئيسي للصوت ده. ثلاثة، الحوت الأحدب. ينتمي الحوت الأحدب أو ما يعرف باسم جمل البحر إلى الحيتان البالينية القافزة اللي بتتميز بقصر الجسم وكبر الرأس. بيتراوح طوله ما بين 12 إلى 16 متر، بينما بيصل وزنه إلى 36 طن أو أكتر،
وهو بيشبه الحوت الأزرق في قدرته على إصدار صوت مميز جداً بيتعرف عليه الخبراء بمجرد سماعه. وبينتمي الحوت الأحدب إلى فصيلة الباليين، وبالتالي فهو يتغذى على القشريات والعوالق والأسماك الصغيرة عن طريق تصفية وترشيح المياه أو عن طريق اتحاده مع فرد آخر من فصيلته وإصدار فقاقيع في المياه لتخويف الأسماك المحيطة وصعودها لسطح المياه ليتم التهامها بسهولة بعد كده. أما بالنسبة لانتشاره فهو موجود في كل البحار تقريباً، ده لأن في 80,000 حوت أحدب على مستوى العالم. وأخيراً بيتميز النوع ده بطول عمره مقارنة بغيره من الأنواع، واللي بيصل إلى 211 سنة. 4. حوت العنبر. يعتبر حوت العنبر واحد من أكثر الحيتان المفترسة على مستوى العالم، وهو النوع الوحيد الباقي من جنس العنبر، وتم تسميته بالاسم ده نظراً لأن البشر في الماضي كانوا بيستخرجوا من رأسه مادة لزجة ليستخدموها في صناعة العطور والصابون. وبالنسبة لحجمه فإن طوله بيصل إلى 11 متر كحد أقصى، وبيصل وزنه إلى 13 طن كحد أقصى، وفي منه أفراد أقل في الحجم بكتير زي ما قلنا قبل كده. عشان كده بتنقسم الفصيلة دي لحوت عنبر كبير ومتوسط وصغير، وبيتميز شكله برأسه الكبير جداً وجلده المجعد ولونه الأسود. وهو بينتمي لقسم ذوات الأسنان، وبيتغذى على أنواع مختلفة من الكائنات البحرية زي الحبار العملاق والأخطبوط وأنواع عديدة تانية من الأسماك الكبيرة. وأخيراً بيمتلك قدرة مميزة جداً في الغوص تحت الماء لمسافات سحيقة قد تصل ل 3 كيلومتر من غير تنفس لمدة 90 دقيقة للبحث عن الطعام. شهد العالم في الماضي قبل ظهور الإنسان تواجد أنواع كتيرة من الحيتان اللي انقرضت في العصر الحالي، واللي بنحمد الله على انقراضها، وإلا كانت سببت أذى كبير للبشر. ومن ضمن الأنواع دي هنلاقي إن فصيلة الحيتان الجوالة بتتصدر القائمة، لأنه عاش على الأرض من أكتر من 50 مليون سنة، فتم العثور على هيكله العظمي لأول مرة في باكستان، ومن خلاله عرفنا إنه بيشبه التمساح جداً في هيئته، وأعتقد كمان في سلوكه لأنه من أكتر الحيتان وحشية وافتراساً. وبما أننا ذكرنا الحيتان المنقرضة يبقى لازم يكون حوت الباسيلوسور في قائمتنا، لأنه من أشهر الحيتان اللي عاشت في مصر من أكتر من 40 مليون سنة، وتم اكتشافه لأول مرة في وادي الحيتان بمصر ثم في أمريكا الشمالية وآسيا. وهو بيتغذى على الأسماك وحيتان الدوريدون الأصغر، وبيصل طوله إلى 18 متر تقريباً، وقيل إن طريقة سباحته في الماء بتشبه الثعابين البحرية. في الوقت الحالي العالم بيواجه مشكلة كبيرة بتخص انقراض عدد كبير جداً من المخلوقات البحرية، ومن أبرزها الحيتان. ولو حاولنا ندور على أسباب الخطر ده هنلاقي إن ممارسات الإنسان الأنانية هي السبب الرئيسي، بداية من الصيد المستمر للحيتان للاستفادة منها تجارياً، وحتى إصابتهم بجروح بليغة تؤدي لموتهم بسبب شباك الصيد المشتمل على شفرات حادة، ده إلى جانب السفن العملاقة اللي بتصطدم بالحيتان في بعض الأوقات وبتتسبب في موتهم الفوري. وكمان بتعمل المواد الكيميائية اللي بتتسرب للمياه عن طريق مخلفات البلاستيك أو أي نوع من المخلفات على تسمم كافة المخلوقات البحرية اللي بتتغذى على بعضها البعض. كل الأسباب والمخاطر دي أجبرت منظمات العالم على التحرك واتخاذ إجراءات صارمة تجاه الصيد الجائر للأنواع النادرة وممارسات الصيد المؤذية لبقية الأسماك. وبالفعل تم ردع عدد كبير من الصيادين ورفع دعاوى قضائية ضدهم ودفعهم مبلغ مالي كبير جداً كغرامة للأضرار اللي تسببوا فيها. أتمنى أن يكون الفيديو ده عجبكم. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.